اهلا بحضراتكم من جديد. وصلت حافله الاهلي الحمد لله الى ملعب التدريب، الان بيؤدي المران المهم جدا، المران اللي هيمثل المراجعه النهائيه. مؤكد ان موسيماني مسافر من هنا والدنيا خلصانه في دماغه. الشكل اللي هيلعب بيه، الرسم التكتيكي اللي هينفذه، قرايته للوداد، يمكن طلب كل البيانات والسيديهات الخاصه بالوداد المغربي. وده جانب من لقطات من ملعب المباراه. حاليا ملعب تدريب الاهلي كهرباء بس كهرباء مصاب. كهرباء ما بيتمرنش في كهرباء، انما